لغزان. انت منين بتجيبون هدول الخناجر؟ بكل الشام ما شفت منه. ولا هدول شغل ايدي يا دكتور علي. انت مشتغلون؟ اي طبعا. لحق هاي جاي جاي. انا الخميس رح اجيب اخي على المستشفى. دكتور بردة القهوة. يلا يلا. ولا نحن ما ينقعد معانا. غليظ غليظ. دحر هاي الحلقة امسكها هيك هيك تفتح. اوعى تطير على وشي. لا تخاف لا تخاف. بتسلخ هيك بتسلخ من تحت هيك. خليني عليها لهي. جرب. شايف لك مشموش قضينا العمر عن وياك لحالنا رايحين جايين لك. هو انا بحب رفقتك بس هيك يعني حابب غير. يلا دي بدي الدكتور عصمة الخوخة. ما عنا دكتور اسمه عصمة الخوخة. اي صح هو مع الدكتورة انطوانيت. معناها طالب طب عم يتمرن. اي تمام. ها اهلين بوسينا. كيفك دكتور؟ تمام. كيفك يا بطل؟ تعال معي تعال. اطلع. شو كيف حاسس حالك؟ لو سمحت انا ما بقدر خليك تشتغل هون الا اذا كانت معك الدكتورة انطوانيت. وانت شو لك علاقة لحتى تخليني او ما تخليني؟ اي انا ما رح ساعدك وما رح اعطيك مواد. اها ايه لنشوف. استريني دقيقة لو سمحتي. سوسن شو التصرف؟ معقول هذا الحكي؟ بس عصمت مو مسجل عنا بالمشفى كطبيب. الدكتور عصمت يعني أنا وأنا الدكتور عصمت. بتفهمي هذا الكلام لكل رفقاتك. أنا هلأ ما رح أعاقبك بس تاني مرة لا تعيديها. أعطيك كل شي بيطلبه. حاضر دكتورة. شوف شغلك دكتور. شكرا. أعطيني بص. وين أبو النور؟ تفضل. محلك محجوز جنب عزمي بيك. لا لا دخيلك مالي حابب كل القعده مالي رايق. طيب مثل ما بدك. رح اروح شوف شو بيقول وبرجع لعندك. ماشي. قرار استقلال يا اخوان مثل ما بتعرفوا صدر من حوالي 3 اشهر بس المحتل الفرنسي ما طلع لهلا. ليش؟ لانه لسه الحرب شغاله. ايوه. وهلا صدر قرار باعتبار كل مدراء الوزارات وزراء ومدير الداخلية السيد بهيج الخطيب صار رئيس الحكومة وكمان في انتخابات برلمانية. انت مع مين عزمي بيك؟ انا طبعا مع الكتلة الوطنية وبطمنكم وبخبركم انا قدمت طلب ترشيح للمجلس النيابي طبعا باسم الكتلة الوطنية وراح يكون رئيسنا بالكتلة الرئيس شكري بيك القوتلي. يعني عدم المؤاخذ يا عزمي بيك بما انه وجود الفرنساوي انا شاذ هون امتى بدهم يرحلوا؟ يا اخوان انتم بتعرفوا الوضع حاليا بفرنسا عم تحكمها حكومه فيشي يعني تحت الاحتلال الالماني. يعني بدنا نضل تحت رحمتهم لبين ما يطلعوا. يا شيخي الله يطول بعمرك وعمر الحاضرين بدهم يطلعوا لذلك لازم نطول بالنا ونروق شوي وما بدنا مشاكل.
اي والله ما بدنا مشاكل. انا بيعي للغريب اكثر من اهل الحاره ورزقي كله على الفرنسيين. ايوه يعني يا ابو زهدي بدك يضل الفرنسي كاتم على نفسنا؟ لك انا يا بي ابو زهدي ما بيهمه الا مصلحته. لا حبيبي بيهمني كمان تكون حارتنا بخير. بدك تسمعني يا ابو زهدي كلامك مو منطقي، يعني غير لي هالريشه ودوزني منيح. ضبطوا كلامكم انت وياه وياه وياها، مو انا اللي ببيع بلدي وحارتي مشان بيع دوبين قماش. طولوا بالكم يا رجال. بكل الاحوال شكرا لحضوركم وشرفتونا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يسلمكم. الله معك يا زلمي. الله يبارك فيكم. الله يا شباب في الورقه شغله. يلا تفضلوا تفضلوا. عرفوا تفضلوا عن المفهوم. لا البركة ما في شيء غزال. تفضلي. شكرا دكتور يسلم ايديك. الله يسلمك العفو. يلا حبيبي تعال. لو سمحتي بس بدي اسالك سؤال. تفضل. كيف انت عرفتيني وانا ما عرفتك؟ انا بسمع باسمك بس ماني شايفتك ولا مرة. وقت قالت الدكتورة اسمك قام عرفتك دغري. آه طيب كيف شفتي شغلي بعد ما عرفنا بعض؟ تغيرت معاملتي معك شيء؟ الشهادة لله لا، قمت بالواجب وخطاب على إيدك. بخاطرك. الله معك. عشان الخيط اللي ما عم تجيب لي اياه انا بطول بالي. والله يا ابو حسن في شغله كثير جازني. خير خير شو هي؟ حكي الناس على حرمتي ما عم يوقف. لا إيه انا بقصر لسانه اللي بدي اجيب سيرتها لا من نور. بس سيره حرمتي على كل لسان بالحاره يا ابو حسن. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب هلا شو بدك تعمل؟ بدي طلاق. لا 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 مالك حق. لا ام النور ما غلطت. لا بعرف بس كل اهل الحاره عم يقولوا انه الحراميه اعتدوا عليها يا ابو عتاب. ام النور حكت اللي صار معها وانا واثق انه هي صادقه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طول بالك طول بالك زعيم. بيجي يوم وبتنتهي هالسيرة كلها. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شوفه. أبوك عم يجي متأخر كتير بكون نايمة والصبح عم يفيق بكير ويروح. يعني ما عم يفطر هون ولا عم يجي على الغدا؟ شوفت عينك يا ما. أنا عم كون بالمشغل وما عم شوفه مشان هيك عم بسألك. لا والله يا بنتي
عم يجي ابدا. ماما بدي اسالك، شو اخبار ام النور؟ والله يا حبيبي الحكي على ام النور مع الوقت. على قولة هذاك المثل، ما في دخان من غير نار. شو قصدك بابا؟ بابا مبينه هذا الكلام اللي عم يطلع مو من عباس. اي والله انا ما عم صدق، يعني لازم نسمع منها للمره بالاول. ايه ايه، ام النور عم تنكر انه هالشي صار معها. لك يمينها من حكي ام النور، هذا كله ما له طعمه. الكلام المهم يلي عم تقوله الناس. يا حرام، هلا ما عاد حدا يتقدم لبنتها. وليش بقى؟ يعني حتى لو امها مغتصبه، وين المشكله؟ يو شو هالحكي لك عصمات؟ مين بيرضى يتقدم لوحدة سيرة امها على كل لسان؟ انا بتقدم لها. حكيم انت عم تحكي عن جد؟ ايه والله عن جد. مين عم يطالع هالحكي على قرايبتك ام النور؟ يخرب بيتهم هالناس، ما عندهم شغل غير الحكي، بيعملوا من الحبة قبة. الله وكيلكم، أنا ما عم خلي وحدة بالمشغل تفتح تمها بحرف، دغري عم بقطع الطريق عليهم. لك يا جماعة، هذا الكلام بيخرب بيته لأبو النور. ليش خير أخي؟ شو صاير شي جديد معه؟ واصل معه للشيطان الرجيم. شو بده؟ قال إنه بده يطلق. يا لطيف. ولي علامتي، ولي علامتي، شو ذنبها هالمسكينة؟ بس هيك ابو النور عم يظلمها لام النور، لانه هي ما لها ذنب بكل شيء صار. انا رح وقف معها وما رح اسمح لحدا يفتح تمه بحرف عليها بالعاطل. طيب شو رح تساوي؟ خلص رح نهديه شوي وان شاء الله بغير رايه. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. الله يهديه. فيني افهم ليش ما عم تجي على البيت؟ وليش عم تحكي معي هيك بقلة احترام؟ أنا هيك ربيتك؟ أنا ما قللت احترامك يا بي، بس كمان لازم احترمها لأمي ودافع عنها وعن حقوقها. أكيد لازم دافع عنها لأنك بنتها، وأنا كمان بدافع عنها. في عادات، ولك في عادات وتقاليد. وشو هي عاداتنا وتقاليدنا؟ ولك المرة ما بيصير ينحكى عليها. ولو كنت أنا اللي بالبيت بدال أمي وصار اللي صار، تتبرى مني يا بي؟ بوس عينان اللي من خلقتي. ندعي يا بي بوس إيدك، تفكر بعقلك وتنسالي العادات والتقاليد. ولك بنتي فهمي، ولك فهمي، ما عاد قدران حط عيوني بعيون حدا. طيب يا بي، رح اتركك ترتاح هلا ورح روح على المشغل وارجع لعندك مشان اخذك ونروح سوا على البيت نتغدى انا وياك وامي واخواتي. صدق الله العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرني شيخي، ليش طالبني؟ في عندي قضية ماني عرفان أفتي فيها، فقلت لحالي أنت دارس وابن حكومة بلكي بتساعدني فيها. براسي، تفضل خير إن شاء الله. هاي الشغلة اللي صارت ببيت أبو النور. والله يا شيخي قصة بتحير. يعني أختنا أم النور ما لها ذنب، بس بذات الوقت كمان أخونا أبو النور ما له ذنب. يعني يطلع هذا الصيت عليها ويتركها ببيته، والله مو صابطة. طيب شو بدنا نعمل؟ أنا ما عندي غير هالكلمتين يا شيخي. وشو هني؟ صحيح طلاقه وأبغض الحلال إلى الله، بس في نسوان كتير يا شيخي. أستغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله.
استغفر الله استغفر الله. تعرف يا أبي؟ نعم. أنا ندمت كثير إني ما سمعت كلمتها لأم جورج ودرست تمريض مثل ما حكيت لي. أنا ما حبيت رأيها. ليش يا أبي؟ في أحلى من إنه يكون في حدا بالبيت بيعرف يأسعف مريض؟ اشتغلي بالمشغل. أطلع هنايا بن عمك ضر 4-5 مرات حاكي معي بده يجيبها له يجي يخطبوكي. إيه لا يا أبي. يعني من بعد إذنك أنا ما بدي أتجوز. بو زينة ما على كيفك؟ أبو النور؟ هنائي سمعك بده بوسينا قبل الحادثة ولا بعدها؟ قبل الحادثة. إلا كان رجع سأله لساته عن طلبه ولا بطل؟ كان يا ما كان. يا سادة يا كرام، كان في اليمن قديما ملك عظيم الشام. حلو. صاحب جند وصاحب أقدام، كان اسمه الملك حسان ويلقب بالتبع اليماني. لم يكن له بين الملوك من ثاني. كان أول اليمنية كما كان ربيعة أول القيسية. طويل القامة، شديد العصب، يثقل كاللهب، معقود الحاجبين، مبروم الشاربين، لكنه كان لا يعرف الحق من الباطل. كان لديه مشكلة كما قال الرواة وكتاب الحكاية، أنه كان يحب النساء، يحب أن يغازلهن، يغازلهن من الصبح حتى المساء. وكانوا يقولون أيضا أنه كان يتزوج في كل ليلة صبية. يخرب بيته شو نسوانجي وبيحب الزواز. وش بك يا طيوس؟ ولا هذه قصة؟ بعدين شو بك تنط مثل الخيزق كل ما شد الحكي عن الجيزة والنسوان؟ عفز لما يكفي يا شيخ. أخي ما بدنا حكي عن الزواز والنسوان وهي القصص، بدنا حكي عن الضرب، عن القتل. خدني جيتك على المراجل. إي معك حق. كل واحد يريد يسمع اللي ناقصه. وأنت ناقصك كثير مراجل يا ول. وليولي حركة. لا تغلط يا ول. غزال طاووس نبروا على قلبكم وعدوا بمحلاتكم. ابن العين مالك شايفه شو عم يحكي؟ طاووس ما بدي مشاكل من قهوه عملنا خدوها. عدوا لها ولا بعينك ولا هيك. ارجعوا يا ارجعوا يا ول. ارجعوا يا ول. ارجع هيك. ارجعوا ارجعوا. ما في امل. هدن يسرع حقها يا ال. لك ما في امل ابنك. خط المي وهي مي. كلكم عم تتخانقوا ولا تشفعوا ولا شوفوا اخر تمام. الله يسرحكم الله يهديكم كلكم. يعني بالاخر ابوك ياخذ الشور من هذا الواطي اللي اكل حق امه واخوه؟ ابي طلب الشور من الشيخ، بس الشيخ حب يساله لعزمي بيك ويتنور منه. بس يعني شو هالشور؟ ايه قسما بالله اذا بشوفه لابزق بنص خلقته. طولي بالك يا امي، والله انا شفت لك ابنه مثل السكره ومرته كثير منيحه. ايه انا كلهم ما بطيقهم. يا امي خلي قلبك كبير وحياد غلاوتك عندي، ما حيصير شي يزعجك وشو ما كلفني. تقبري قلبي.
أناي أناي مر يا عمي. عود عمي عمود. عمول إذا بدك تخطب حسينة جيب الوالدة وخالك أبو حسن وتفضلوا لعنا أهلا وسهلا فيكم. والله يا عمي أنا مالي عارفان شو بدي أقول لك، بس أنا بالوقت الحاضر مالي جاهز، والست الوالدة رأيها نصرف نظر على الموضوع هلأ. أيوة شو عليه؟ ماشي عمي، عاوز شي تاني؟ لا لا سلامتك، الله معك. السلام عليكم. جاك من سبق ابو حسن؟ منيح كثير. تفضل تفضل اسيبه. ميرسي لقمة. ميرسي ابو جمعتين على الاعتداء على بيتي، ولحد هلا ما قدرنا نعرف مين الحرامي. يعني انه انا اللي بدي افهمه، ما في حدا شاف انه في ناس عم يحوزوا يوم الحادثه؟ ما انتبهتوا على حدا بين عليه النعمه بعد الحادثه؟ يعني انا اللي عم شوفه يا انه انتم مالكم مهتمين يا اما انتم مغمضين عيونكم. والله يا زعيم انتو عرفتوه وطنشتوه. مزبوط مزبوط زعيم، يلي عم يحكيه كرمه على قولة حامد افندي مدوزة. شو قصدك؟ يعني رحتوا فتشتوا بيته وما كملتوا؟ نحن رحنا على بيت الهمشري وفتشنا البيت وما لقينا شيء. بعدين همشري ماله ولا رفيق يشاركوا بالسرقة. انتو شفتوه بعيونكم ولا حكي مثل ما صار يوم سرقة بيت ام محمود؟ ها؟ انا ما شفت شيء. واحد أدنى واحد كريم احكي شو شفت. لك يا اخي احكي شو شفت. انا زعيم ما شفت ما شايف شيء. لا حول ولا قوه الا بالله. بس يا ابو نور ما فهمنا شو كان بده يقول كريم. ما مهم شو كان بده يقول كريم، انا بدي احكي معكم كلمتين. يلي سرق الاغراض من بيتي يرجعهم يحطهم بالحاره باي زاويه بالحاره، يا يحطهم بالجامع وانا بسامحهم، يا اما بعتبركم كلياتكم بالحاره مسؤولين عن هالسرقه. يلا كرمو شغلتنا عضيت كوسه. ايه بكره بنفرد لك هالعمله وبتبلش العمله تلعب بايدينا
ومغير حياتنا كلها ومنروح على عيشة الأكابر له. حاجة بقى يا حاجة بقى، والله حاسس بحياتي ما حنزلها المصريات عن كتافي. إذا مصاري أم محمود ما عم نتهنى بفرنق منه. شبك يا زلمي، وأما بنعمة ربي كيف حديث، مصاري أم محمود عم نسهر فيها وناكل فيها ونلبس فيها وننزل على القهوة. أنا ما عم بحكي على هيك شغلات، أنا عم بحكي إنه نشتري شغلات محرزة، بيت، دكانة. لك يا سيدي لا حين، الله يتوب علينا. شفت لك يا كرمو، سرقة الفقير فيها بركة أكثر من سرقة الغني. ها شلون طلعت معك هيبا؟ لأنه ما حدا بيهتم فيها، بتمر هيك بس مثل البرق. منين عم تجيب الجواهر؟ من هالحر دبة. نعيمة، إنه شلون يعني إذا الحرامية ما رجعوا المسروق من بيتها بالنور؟ كل الحارة بتحمل مسؤولية، في شي منذ زم. والله يا مرحوم البي، أنا اللي فهمته إنه قال إذا أبو النور رايح له 100 ذهبة وبالحارة في 100 بيت، كل بيت بالحارة بده يدفع ذهبة. أوف، وأنا شو دخلني لحتى أدفع لأبو النور؟ أنا إذا بيأدي لأبو النور ما بدفع له ليرة وحدة. أنا ماني مضطر أدفع يا عمي، ماني مضطر. إذا بيأدي لأبو النور ما بدفع له قرش واحد. لك والله أنا ما عم تنبلع معي، ما عم تنبلع. لك شلون أبو النور بجلالته وقدره بده يلم مصاري من أهل الحارة؟ لك شلون؟ أخي هيك الناس فهموا من كلامه. والله أنا بعطيه متر قماش إذا بده، وأنا كمان بعطيه مخدة. يا سيدي وأنا بحلله ببلاش، بده إذنه يعني. اسمعوا لي هي، سيبوني يا ناس بحالي بحالي أروح مطرح ما أروح، ده غزالي وفا وانا مالي، انا عزالي وانا ارو رو 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 روح، سيبوني. يا حري حريشه دوس على سيد درويش. ما شاء الله حولك، ما شاء الله، بالك رايق عمي، بالك رايق. خلينا ياكل. ماشي حكيم، بدي افرض كلامك صحيح، يعني الحراميه ورجعوا له المسروقات لابو النور. ام النور مين بده يرجع له سمعتها؟ اي معها بتموت القصه والناس بتنسى. لا حبيبي، كل شي بيموت وبينتسى إلا السمعة. مظبوط كلام أمك صحيح، السمعة متى ما لزد بني آدم ما بتفك عنه ليوم الدين. بس يا بابا المخلوقة مظلومة. لك يا أبي على راسي لنفرض أنه مظلومة، برجع بقلك السمعة السيئة متى ما لزقت بالبني آدم ما بتفك عنه للممات، حتى بعد ما يموت ما بتفك عنه، بركان وانفجر شو تعمل؟ الله يجملها بالستر أحسن شيء. آمين يا رب. ليه ما عم تاكل؟ يا أبي إذا بتطلق أمي أنا بدي موت حالي. أمي مظلومة، إن شاء الله حاجة تطقص هون وهون وتسأل فلان وعلتها. من بكرة ما عاد في طلعة من البيت إلا للشيء الضروري. أنا أبوكي ولا أنت يا أبي؟ عم تعطيني أوامر. أنا بنت الزعيم أبو النور وعلى سنه رمح، ومن بكرة أنت كمان بدك تثبت لكل الخلايق إنك أبو النور وما بيهزك حدا. إن شاء الله إن شاء الله.
بصراحة يا عزمي بيك، نحن ما قصرنا مع أبو النور. يا عزمي بيك، ليش ما بتطلب من الحاكمية يمسكوا الحرمية؟ يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، أخونا أبو النور مصيبته كبيرة وخسارته ما بتتعوض. هم علي يا جماعة، أبو النور متعسر، أنا في إلي عنده طلبية خيط ذهب وما عم يقدر يشتغل، ما عم يقدر يتحرك، فمو يعني حكاية إنه نحن نتفاعله ونعوضه على يلي خسره مو زبطة، يعني مو بدو سنة. أنا شايف إنه نحن عم نفسر كلام أبو النور غلط. بس يا معلم، كلام أبو النور كان واضح، عم يقول إنه بده يحملنا المسؤولية. فتوح، أنت خليك بشغلك ولا تتدخل. أمرك معلم. خلونا نفهم من عزمي بيك، ما بنخسر شيء. اسمعوا يا أخوان، أنا عواطفي ومشاعري مع أخونا أبو النور، وأي واحد فيكم ما له قادر يسدد أنا جاهز أدفع عنه، وشو بيطلب أخونا أبو النور راح أعطيه اللي بده إياه. الله ما بتأثر أنت، كفو يا عزمي بيك، ما بيأثر بدو، الله يحييك يا سيدنا. كفو يا عزمي بيك، هذا كلام مدوسة. يا سيدي صاي مسخرة، لما الواحد بده يتكرم بيتكرم من جيبته، وعزمي أفندي عم يتكرم من جيبة الزعيم أبو النور. شلون يعني؟ المصاري اللي بده يدفع لها أبو النور جايبه من عند الهمشري. عم حاكيك. ولك سعدو، انت منين عم تجيب هذا الحكي؟ يا بتحكي مين سرق بيت عمي وبتواجهه للحرامي، يا بتسكت وبتحط بتمك سرمايه. ارجعوا عملوا وش تاني، فتشوا البيت. ولك فتشنا بيته للهمشري ما لقينا شيء. وبركي الهمشري مخبي مصرياته عند اخوه، كلياتنا منعرف عزمي بيك قديشو كحتي واندبوري. بتحكي بدون ما تمد ايدك؟ لا لا لا، عم حاكيك. ايه ايه ايه، بتعرف لك سعدو، اذا طلع كلامك مو مزبوط بدي بلعك سرمايتك. ايه ايه ايه، عم حاكيك. عزمي بيك، يعني بدي اسالك سؤال قدام زلم حارتنا كله. اهلا وسهلا، تفضل ابن اخونا هناي. انه انت منلك المصاري لحتى تعطيه لعمي ابو النور المبلغ اللي بده اياه؟ لا لا لا، شو لك، شو هالتخبيص اللي عم تحكي انت؟ شو هالتخبيص هذا؟ عزمي بيك كل عمره مقتدر، شو هالحكي هذا هناي؟ هناي شو بده يوصل بهالكلام؟ كلامك مو مدوسك. طولوا بالكم يا رجال، احتراما ومحبه فيكم ما راح ارد على كلام ابن اخونا هناي. اسمعوني منيح يا رجال. تفضل. من بعد اذنك عمي عزمي. انا بوسينه بنته للزعيم ابو النور. اهلا وسهلا يا بنتي. مشكور كل واحد بيوقف معنا ضد الحراميه اللي عم ينزعوا لنا عيشتنا. بدي اقول لعمي عزمي بيك كتر خيرك، بس لازم الكل يعرف انه الزعيم ما بيقبل لا الشفقه ولا الصدقة. أبي بده حقه، وأنا بدي حق لأمي، وما رح يهدالي بال لحتى نمسك هالكلاب يلي فاتوا على بيتنا. بنت عمي امشي من هون، هذا مو شغلك، هذا شغل رجال. رجال؟ وقت بيغيبوا الرجال النسوان رح تاخذ مكانهم. لا معك. اسمعي 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 ابو سعيد، ابو سعيد يا الله ما تواخذونا، مشان الله يعني ما والله ما يعرفان شو. خلاص خلاص ابن اخونا، ماشي الحال. نبر هون، بعدين بتطلعوا استراحة. يلا بلا نياطة انت وياها.
المهم اذا رجال الحاره ما بيكونوا قد حالهم بدي شرشحهم واحد واحد. ليش شو صاير؟ انا لهلا ما فهمت شو هي المشكله. يا مخلوقه، هادي اللي بده يتصدق على ابي وهادي اللي مانو رضيان يدفع. اصلا انا ماني عرفانه يعني مين طلب منهم يدفعوا المصاري اصلا. وقت ابوك اجتمع مع رجال بالحاره قال لهم اذا ما رجعت الاغراض يلي انسرقت بدكم تتحملوا المسؤوليه معي. ايه صح هذا الحكي، بس مو معناتها بده يدفعوا المصاري بدل اللي انسرقوا من بيتنا. يه على هالقصه والله ما عم بفهم عليكي. ممكن تفهميني شو معنات كلامه لابوكي لك؟ انت بتعرفي ابي قديش بيساعد الناس على حل مشاكله. بلا بعرف. ولما صارت معانا المشكله ما حدا وقف جنب ابي، يعني اقل منا يوقفوا معه مشان يكشفوا الحراميه. بقى ابي قال هذا الحكي كرمال رجال الحاره تتحسوس على حالها وتوقف جنبه. اذا هيك معك حق، يعني شي بيفور الدم وبيطلع الخلق. اسمعوا يا رجال، تفضل. اتحدى اي بني ادم اللي معي قرش واحد، واللي له قرش ياخذ عشره. انتوا بتعرفوني منيح، انا عزمي بيك ابن عيلة ابا عن جد، وعندي مالكانات بالغوطة وبالمليحة وبكيوان، وعندي ورشة خيط فضة. لذلك الله يرضى عليكم بتعرفوني. كلام طالع نازل أنا ما بحب اسمع. يا سيدي وإن عم منك عزمي بيك. لا عزمي منك. وهلا ما تؤخذوني عندي شغل. السلام عليكم. الله معك. الله معك. يلا يا جماعة كل مين على شغله. يلا كل واحد يلا شرع سيد حلمي تفضل. ليش لك ما بيعطي اخو الهبشري حقه بدل ما يعطي ابو النور؟ وليش ما قلت له هذا الحكي بوش وقت كان موجود هون؟ Thank you.